العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في متابعتنا في الاحتفال باليوبيل الذهبي للكنيسة وإنه لا خلاص خارج الكنيسة، نلاقي إن الكنيسة بتعلمنا إن نقطة البدء أو نقطة الانطلاق في طريق الخلاص هي حياة التوبة، والسيد المسيح حددها في كراسته الإلهية، فكان بيعلم ويقول توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله، وتعتبر جزء توبة من حياتنا اليومية. فكل إنسان محتاج للتوبة مهما كبر مركزه، مهما علي قدره، ومهما ارتفع في الحياة الروحية، كلنا محتاجين التوبة ومحتاجينها كل يوم، لأن كل يوم بنخطئ، ومفيش إنسان بلا خطية حتى لو كانت حياته يوم واحد على الأرض. طب إزاي نحتفظ بتوبة مستمرة؟ أبائنا القديسين يعلمونا اللي هم عاشوا في حياة توبة وتوبة مستمرة، ما سمعناش ان حد فيهم رجع مرة تاني لحياة الخطية. يعني لازم الانسان يهتم بروحه زي ما بيهتم بجسده، يهتم بالاتنين مع بعض في توازن، ويحطه قدامه قاعدة يعني نعرفها ونحفظها نفتكرها باستمرار، يقولوا العناية التي تبذل لأجل أحدهما ينبغي ألا تضر الآخر، أحدهما يعني الجسد أو الروح. قال إن كانت عينك اليمنى تعصرك اقلعها والقيها عنك، وإن كانت يدك اليمنى تعصرك فاقطعها والقيها عنك. فورانا بكده إن الروح هي الأهم، ومن أجلها نضحي بالجسد. فروحك هي صورة الله ومثاله وغالية عنده جدا، روحك دي من أجلها تجسد، من أجلها بذل دمه الطاهر على الصليب، فتمن روحك هو دم المسيح وكل ما تحمله من ألام لأجلك. روحك أيضا وحيدة، ما عندكش غيرها، ما عندكش غير روح واحدة، إن فقدتها فقدت كل شيء، وطبعا ربحتها ربحت كل شيء. عشان السيد المسيح يقول لنا ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي فداء عن نفسه. فروحك لا تستطيع أحد، أو لا يستطيع أحد أنه يأذيها غيرك أنت يعني. أيضا روحك هي عنصر سماوي، وهي اللي هتدي الحياة الأبدية للجسد، إذا اهتميت بيها هترفع الجسد إلى فوق وتخليه في حالة روحية سامية، وتبقى أنت شبه ملاك أرضي. عشان كده لازم اهتم بالروح حتى لو ضعف جسدك في سبيل كده. يقول إن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. نقطة تانية في اهتمامنا بالروح، أنت بتغذي جسدك كل يوم، فبالتالي لازم تغذي روحك زيها، فالروح بتتغذى زي الجسد. سيد المسيح يقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وبتتغذى الروح أيضا بكل كلمة تخرج من فم الله. عشان كده أقول لك هل روحك بتتغذى بكلام الله وبتتغذى بصنع مشيئته وبتاخد الغذاء ده كل يوم؟ هقول لك هل بتدي روحك زي ما بتدي الجسد كل ما يلزمها؟ هل بتديها غذائها من الصلوات، من التسابيح، من التأملات، من القراءات الروحية، من المطانيات؟ هل بتديها اللي يلزمها من محبة الله؟ يعني بتديها من الصلوات ما يشبعها، ولا يدوبك بتديها دقايق وتبتدي تمل؟ هل بتديها ما يشبعها من الكتاب المقدس، من الكتب الروحية، من سير القديسين، ولا غير مواظب وغير مهتم؟ ومش بيهمك ان الروح تستوفي غذاها في حين هي بتجوع وبتعطش الى البر. الدليل على كده السيد المسيح في العزة على الجبل، طوبى للجياع والعطاش الى البر فانهم يشبعون. اذا عايز اقول لك اهتم بروحك
ويعرف انه زي ما الجسد بيضعف ويمرض لقلة الغذاء كذلك الروح ايضا. يعني احنا في القداس الغرغوري ابونا يقول لربنا، يقول له ربطني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة. والسيد المسيح يقول لنا، أو إحنا برضو من خطبة وصلواتنا نقول له أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. نقطة أخرى في الاهتمام بالروح لأجل حفظ التوبة، إنه زي ما الجسد بيتزين ويلبس، أيضا المفروض الروح تتزين. والروح تتزين بالفضائل، والكتاب يقول لنا زينة الروح الوديع الهادي. فهل أنت بتزين روحك بهذه الصورة؟ هل بتزين روحك بكل ثمار الروح؟ ولا بنقف قدام الله عريانين زي ملاك كنيسة لادوكيا؟ اعرف أيضا أن زينة الجسد اللي من الخارج دي لا تنفع الروح. الكتاب بيقول كل مجد ابنة الملك من داخل. فإذا ما تهتمش قوي بالمنظر الخارجي، لكن اهتم من داخلك يبقى جميل أمام الله ومزين. الاهتمام بالروح أيضا، حط قدامك ثلاث وصايا. بيقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، غلطية 5. يقول امتلئوا بالروح، أفسس 5. ويقول حرينا في الروح، في رومية 12. فبالطريقة دي هتعبد الله بالروح، وهتصلي بالروح، وهترتل بالروح، وتثمر ثمار الروح، وتبقى عارف ان من يزرع للروح من الروح يحصد حياة ابدية. فان مشيت بهذه الطريقة هتحفظ توبتك، مش هترجع لورا، مش هترجع للخطية مرة تاني. فادي روحك غذاها المحتاجة عشان تقوى وتثبت في الحياة الروحية. لكن جسدك اديه ما يقويه، ما مش اللي يشتهيه، اديله اللي يقويه مش اللي يشتهيه. تقويتك لروحك أيضا تحفظك من السقوط. فالأقوياء روحيا يبقوا عاملين زي البيت المبني على الصخر زي ما قال رب المجد، يثبت أو يثبت يعني قدام التجارب، قدام الحروب، قدام الإغراءات اللي بيتعرض ليها. لكن اللي بيسقطوا في الخطية بيسقطوا ليه؟ لأنه ما فيش مقاومة من جوه، فيش حصانة. اكتفوا في توبتهم بترك الخطية وخلاص، وسابوا أرواحهم بلا تغذية، بلا تقوية، بلا عناية، فأصبحت في حالة من الضعف تخليها سهلة السقوط. فخلي باستمرار ليك وسائط روحية تربطك بربنا، تمشي عليها في نظام ومواظبة، ويكون لك اجتماعات روحية مشبعة، يكون لك أصدقاء روحيين، قراءاتك الروحية، ليك جو روحي محيط بيك، ليك أب الاعتراف الروحي تستفيد من إرشاداته وتوجيهاته. ربنا يدينا نعمة إن احنا نستمر في توبة يومية إلى النفس الأخير، له كل مجد الأبد، أمين. وبعد كده بدأت الخدمة ازاي في الكنيسة؟ بدأت مع الخدمة في أم الدكلة. مين كان بيجي؟ كان ايامها يوسف، مهندس مخيل، اللي هو الانبا بن يمين، يافت الانبا بن يمين، وكان معاه خادم محرم بيه، حاول افتكر اسمه. المهم ابونا مقر كان دايما يقول لهم قلبك وفلان ده قعدات خدمه بس عندكم، لكن مش هيخدموا. لغايه لما ابتديت اتشد شويه. بدات تخدم بعد فلاح الكنيسه بقد ايه؟ مش كتير. ما عدتش السنه المفروض. لا ما كملتش السنه. بدات توسع خدمتك في مدارس في ابتدائي ولا اعدادي ولا شباب؟ لا اعدادي. اعدادي. كان سني اعدادي. كانوا يمكن 7 8 اولاد، منهم 3 اولاد دكتور نبيه سامح ومحروس ورائد. دول اخوات. 3 اخوات. وكان كان باباهم طبيب عيون في مستشفى شارع طبيب. طبيب حميات. حميات. مامتهم دكتوره اولجا باين. دكتوره عمرو بن ياسر. وكان باباهم بيك الكنيسه. انا كان مواظب. وتالي هو اللي زرع الشجر قدام الكنيسه. كان مواظب، وكان ليه كان ليه دور كبير في الخدمه. سكر في مره من المرات كان في ولد من الولاد بس عند مروح كان راكب عجله، وكان معاه العجله دي، فكان دراعه او رجله حصل كسر فيها، فخدناه بسرعه في عربيه دكتور نبيل، وطلعنا على دور في شارع صفيه اسمها السلطان حسين، كان مشهور جدا وعمل
علقوا بيرس يعني كان له دور كويس قوي، له دور في الخدمه وكان بيحب الكنيسه، بيحب الكنيسه. واتسك انت توثقت علاقتك مع ابونا بشوي بعد الزواج؟ انا كان بدا يعرفك شخصيا لا يمكن اللي عرفوا بيه شخصيا يمكن يكون ابونا معاه. انا صليت في سبورتي برجر سبورتنج واعترفت عند ابونا اللي هو سيداروس، ويمكن مره عند ابونا شوي في وسط القداس كده، وكنت بتردد على الكنيسه باستمرار يعني، ما كنتش معروف لدى حد يعني غير ابونا اللي هو سيداروس، وكنت دايما اصلي على جنب كده نظام الرهبان، اخش الكنيسه واطلع من الكنيسه محدش يعني لا اعرف حد ولا حد يعرفني. بخش يعني احضر الناس وابنهم، محدش ماليش معرفه كبيره بالناس. قدسك بعد ما ترشحت للكهنوت رسامه اتاخرت على طقس البابا بطرس. يعني قدسك رسامتك اتاخرت حوالي يمكن سنه. يعني تقابلت مع قداسه البابا شنوده الله ينحي نفسه عده لقاءات، ولما استقر الاختيار يعني فبنا معرض نبتدي نهيئ نفسنا. بس بتاعي اللقاء دي كانت سنة 95 75 75 وكنا متوقعين الرسامة على طول بس تأجلت شوية. هو ساعتها ما كنتش متزوج. فتأجلت أنا عشان يعني بعد ما استقر رأي البابا فبنا معرض مساعد مساعد فيه أن نبتدي نتجوز. اتجوزت. الموضوع ده كان ما كانش شغل تفكير ودسك قوي يعني. كانت خطوبة في أغسطس واتجوزت في فبراير. ولسنة في يونيو. يعني برضو اتأخر يعني اخذنا فترة. ملاحظ حتى مثلا في رسامة ابونا يوسف بعد ما استقررنا خلاص برضو رسامته تأجلت حوالي سنتين يمكن ولا حاجة وثلاث سنين. ابونا انجيلوس برضو بعد كان مش هتأخر سنة. فمش عارف يعني اكين البابا بطرس بيحط الخادم بتاعه كده تحت الحفظ، ابونا متاوس تأجلت خدمته رسامته برضه لمده سنه، فحس كان زي ما يكون مثلا بابا بطرس كان بيحط الخادم بتاعه تحت الحفظ لحين تقديمه ذبيحه. هو الحقيقه ابونا بشوي قبل الرسامه بحاجه قابلته قلت له ابونا الموضوع ده ما ينفعش. يا بعد ما استقريت واتجوزت؟ لا يعني قبل ما تتجوز؟ فاني كان بياخد نور الشعب يعرضها على المسبح، المسبح هو مش بنعمل حاجه، بيتكلم على خبراته. بالنسبه لي كان الموضوع مش في الذهن النهائي. هو اختيار ربنا. قضيت الليله بتاعت الرسامه هل كان في البيت ولا في المرقسيه؟ لا قضيناها في الكاتدرائيه. في المرقسيه. بيتنا في المرقسيه. كان مين اللي اترسم مع ابونا سمير الثابت؟ ابونا سمير العذراء كليوباترا. العذراء كليوباترا. وبيد قداسه البابا شنوده. حد من الاساقفه كان لبال الاساقفه كان حاضر؟ كان في مجموعه اساقفه مرسومين قبلينا باسبوع. في انبا بنيامين اللي هم في العنصره. وصلت بعدها. كان انبا بنيامين وكان انبا قدره انبا حاضر انبا بشوي بس انبا بشوي مرسوم قبل يعني. كان في مجموعه. هذا المجموعه الاساقفه. بعد كده رحت دير انبا بشوي. انا المين. طب قدسك كنت حفظت في خلال الفترة دي لما جت الرسام كنت حفظت القداس واستلمت الألحان مع المعلم معين كان له يد في الموضوع؟ لا المعلم رياض الحقيقة هو اللي قال لي المفروض إنك أنت تكون مجهز نفسك ومجهز نفسك، قال لي يعني هم دايما كان القسم ده بيطلبوا منهم يقولوا المجمع. المجمع فسلمني المجمع. هو المعلم رياض قال لك 73 حوالي 73 72 73 تقريبا فسلمني المجمع بالقبط طبعا. ونشكر ربنا ان طلب مني ان اقول مشيه بس مشيه في الظروف يعني ولا حاجه زي كده. ومين سلمكم الالحان في الدير؟ ابونا بشنوده ابونا بشنوده. كان حلو خالص اللي هو الاستاذ الصليب اللي كان الاستاذ الصليب الاستاذ كان بيدرس في بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان كل انت عبد كل امين. ابونا الحبيب ابونا مسعيد كل سنه وقدسك طيب، ربنا يخليك لينا وعقبال العيد المئوي وقدسك وسطينا، تفرحنا على طول بحكمتك وتعليمك وارشاداتك، دايما على طول قدسك محب للانجيل الكتاب المقدس، دارس جميل للكتاب المقدس، قدوه لينا كلنا في محبتك للانجيل.
قدوه في محبتك لعقيده الكنيسه وتاريخ الكنيسه. ربنا يخليك لينا وعقبال يا رب كده الى الابد معانا الى منتهى الاعوام. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا ابو المسائيل. فرحانين بكهنوت قدسك، ربنا يديم قدسك لينا ويديم كهنوتك لينا سنين مديده. الابوه حاجه غاليه جدا، ان الواحد يحس ان ليه اب، اب روحي مهتم بوصولنا للسماء، مدقق جدا في حياته مع ربنا. هيا انا هحكي لك على حاجه اتعلمتها من ابونا مصائيل. كنت ادخل قداس اشوفه دايما كده ماسك الخلاجي وبيتابع بدقه الصلوات، ويمكن دي الحته دي انا اتعلمتها منه، انه طول القداس واقف قدام الخلاجي ومركز كل ذهنه ومجمعه في الصلاه. لما حبيت اجرب الموضوع ده لقيت ان هو بيفتح كنوز كبيره قوي في القداس. فانا بشكر ربنا مسائل انه علمني الحته دي، واتمنى كلنا نتمتع بقوته ومحبته ونتعلم منه. كل سنه وقدسك طيب يا ابونا، وربنا يديم كهنوتك. في عيد رسامه ابي الحبيب ابونا مسائل، احب اقول لك يا ابونا كل سنه وقدسك طيب وبخير، ودايما مفرحنا بوجودك وسطنا. لو هتكلم طبعا يعني الكلام اكيد مش هيوفي قدسك حقه، يعني احنا من صغرنا واحنا في الكنيسه كبرنا وتعلمنا على ايد قدسك وايد قدس ابونا مقار. ويمكن ناس كتيره ساعات لما تشوفنا وتعامل معانا تقول لنا ده انتوا شبه ابائكم الكبار، والحقيقه دي حاجه احنا بنشكر ربنا عليها وبنفخر بيها، ان احنا نحمل سماتكم ونحمل صفاتكم. واحنا طبعا مهما عملنا مش هنقدر نوصل للقامة الروحية العالية دي، ولا للخدمة الكبيرة اللي كلها بذل اللي ربنا بيثمر كل يوم من خلال ولاد الكنيسة ومن خلال توسعات الكنيسة وخلاص ولادها في المقام الأول. يمكن أنا لو أحكي عن أبونا مسائيل كلامه مش كتير، لكن أنا بحس بيه، بقدر يعني أكاد أقول إن أنا ممكن أقدر أعرف أبونا بيفكر في إيه. كنت دايما أحب وأنا صغير إن أنا أخدم شماس معاه، لأن أبونا بيحب الشماس اللي يفهمه من النظرة، اللي مش يقول له اعمل كذا. فكنت بحب مركز معاه جدا، لأن أبونا بيهتم بالتفاصيل، وما كنتش عارف إن أنا هطلع متأثر بيه وأنا كمان أهتم بالتفاصيل، بس يمكن أنا بزيادة كمان لدرجة شمسة تعقده خلاص. بس هو الكنيسة كده، ولازم يبقى الصلاة فعلا احنا واقفين في السماء كل شيء ماشي صح، مش نوع من انواع التزمت او الحرفية او كده، لكن هو ده ما يليق بالمسبح وهو ده ما يليق بالذبيحة. ودايما كنت اقول للناس يعني، او هم الناس كانوا يقولوا لي يعني، احد الخادمات مرة مش فاكر ايه الموقف اللي حصل، فرديت عليها رد في الغالب هو كان نفس رد قدسك يعني في نفس الموقف ده، فقالت لي يعني انت مين اب اعترافك؟ قلت لها ابونا مسائيل وافتخري. وانا دايما يا ابونا يعني في اي حته نروح هنقول معروفك نسيتنا بابائها الحلوين ابونا مقار وابونا مسائيل وابونا مينا وباقي الاباء كلهم، اتعلمنا وتربينا على كلمات ربنا اللي سمعناها من قدسكم، وحتى لحن القداس متعودين طول عمرنا نسمعه من قدسكم. فاحنا بنشكر ربنا على نعمه ان ربنا ادانا اباء حلوين من الجيل الحلو، جيل ابونا بشوي كامل وجيل ابونا لوقا وابونا تدرس وباقي الاباء في اسكندرية. وقد كده الناس كلها فعلا يعني بتحسدنا، وان كان احنا ما عندناش حسد، بس يعني بيقولوا لنا يا بختكم ان انتوا اتلمستوا وتعلمتوا على ايد اباء حلوين زي اباء كل في الكنيسة. كل حاجة بنحاول نعملها بنحاول نبص عليكم الاول، بنشوف فيكم يا ابونا كل وقار، كل زي ما بيقولوا كده هيبة الكهنوت، كل قوة الروح القدس اللي عامل فيكم. ربنا يا ابونا دايما يديم كهنوتك ويفرحنا بابوتك دايما، وتفضل محوطنا بحبك وابوتك ورعايتك، والى مدى الاعوام كل سنة وقدسك طيب وبخير. ربنا يشملك بكل نعمة وبركة، وافتكرني دايما صلواتك لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. في عيد رسامه قدس ابونا مسائيل، كل سنه وقدسك طيب يا ابي والى منتهى الاعوام. الحقيقه ابونا اتعلمنا من قدسك حاجات كتير جدا، قدسك ابونا مقار الحقيقه من واحنا صغيرين اتعلمنا حاجات كتير جدا جميله وفضائل كتير. الحقيقه الواحد لما بيشوفكم الحقيقه ابونا الواحد يفضل يتعلم يعني ما نشبعش تعليم الحقيقه من قدسكم، لان قدسكم حقيقه مدارس في الفضائل يا ابونا حقيقه. يعني قدس ابونا مسائيل هو فضيله جميله جدا فيه الحقيقه، هو فضيله الهدوء والكلام القليل، ويعني حتى الكلام لما بيطلع الكلام بيبقى طالع في محله قوي وكله تعليم. فالحقيقه ابونا حقيقه جميل جدا ومدقق جدا جدا كمان في خدمه الشماسيه، حقيقه استفدت
خدنا منه كتير جدا من واحنا صغيرين. افتكر تملي كان ممكن يجيبني على جنب شويه يقول لي خلي بالك احنا في الحته دي المفروض نقول اللحن ده بالطريقه الفلانيه بحيث ابونا يكون اخذ دوره البخور بتاعته وكده ما يبقاش المرض هنا مختصر. فالحقيقه كل الارشادات اللي ابونا كان بيقولها وكل الحاجات الجميله اللي ابونا بيقولها الحقيقه بنستفيد منها ونتعلم منها. ابي الحبيب الى منتهى الاعوام، وربنا يبارك في كل ما تمتد اليه ايديك يا ابونا، وربنا يخليك لينا وتملي عايشين بصلواتك وفرحانين بوجودك. ربنا يخليك لينا والى منتهى الاعوام. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.